530 مليون دولار تكلفة الواردات الجزائرية من مواد الخشب والنجارة، وبهدف تقليص هذه الفاتورة تتجه الجزائر ضمن استراتيجية مدروسة نحو الاستثمار المحلي في هذا المجال. كنا في التصدير والاستيراد من 2012 فيما يخص توجور المام دومين تاع الأبواب الداخلية والخارجية، وهذه واحد العام ونص إن شاء الله رانا دمجنا الاستثمار هذا بفضل التسهيلات اللي دارتها الجزائر باش انتقلنا من مرحلة التصدير والاستيراد إلى مرحلة الاستثمار المحلي، ورانا مدة نسبة الإدماج فيما يخص صناعة الأبواب رانا 80% جزائري. أوني سبيسياليزي في لارابو موريسك سي التراز العربي الإسلامي. بريميير أوبيراسيون تاع ليكسبورتاسيون درنا محراب المسجد مونبولي في فرنسا. بدينا كيما نقولوا احنا من أمور بسيطة وتطورنا إن شاء الله، ولا عندنا يسمى ماكينات آخر يسمى عصرنا. دول رائدة في إنتاج الخشب والنجارة والمعدات الحديثة بمجموع 80 مؤسسة بينها الجزائرية تجتمع في هذا الحدث الاقتصادي، فرصة أمام المهنيين والفاعلين الجزائريين للإطلاع على السوق العالمية وما تحمله من جديد. أشارك بآلة لصناعة المنتوجات الخشبية والديكور تعمل بأحدث التقنيات وهي الليزر. أتعامل مع بعض المتعاملين الجزائريين وأتطلع لتطوير شراكات أخرى. أنا في الجزائر لأعرض منتوجات مؤسسة الروسية المختصة في صناعة المواد الأولية الخشبية، ونأمل في تطوير شراكات. الشغل الكتير أنه ارتحنا له وجينا على الجزائر أنه السوق الجزائري كتير كبير، واليوم عم نحس أنه في انفتاح للجزائر على الدول الأفريقية وعلى باقي العالم. الصالون الذي يأتي في ظل مناخ اقتصادي واعد يهدف إلى الدفع بالمنتوج الوطني لينافس في السوق الخارجية.